1939 و1945 قتل النازيون 10 ملايين شخص من أعداء الدولة، بينهم 6 ملايين من يهود أوروبا. كانت هذه بداية فيلم العملية النهائية. خلاص على نهاية الحرب، طبعا هتلر ومعاونيه الكبار جميعهم ماتوا ولم يتبقى سوى شخص واحد. هذا الشخص هو أدولف أيكمان، أحد المسؤولين الكبار عن عمليات الإبادة التي تعرض لها اليهود في المجازر التي تعرف باسم الهولوكوست. اكتشفت الاستخبارات الإسرائيلية لاحقا بأن هذا الرجل موجود في الأرجنتين. كان هذا طبعا بعد ما انتهت الحرب العالمية بسنين. الفيلم باختصار يعرض عملية إلقاء القبض على هذا الشخص، مطاردة هذا الشخص والقبض عليه. طبعا لن أتحدث في هذا الفيلم، المقطع كما وضحت في العنوان هو الحديث عن فلسطين، لذا لن يكون هناك ملخص أو مراجعة لهذا الفيلم، إنما أردت أن أعرج على نقطة في هذا الفيلم، ألا وهي المشهد الأول في هذا الفيلم. كان تم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتم إحضار اليهود وإنشاء مكتب الاستخبارات. بدأ الإسرائيليين عملية الانتقام، ألا وهي البحث عن النازيين حول العالم. تم اكتشاف شخص في، لم تخني الذاكرة، في النمسا على ما أعتقد، فأخذوه من باب منزلي، يعني على طريقة طبعا الاختطاف. فالبطل الذي هو بيتر، طبعا بيتر هي شخصية حقيقية سأتحدث عنها بعد قليل، بينما أخذوا الزملاء وأخذوا الرجل إلى هناك لقتله، يعني كانت هذه عملية اغتيال وليس اعتقال رسمي والذهاب به إلى المحاكمة من هذا الكلام. دخل إلى المنزل ووجد زوجة الرجل كانت خائفة، وكان أطفالها يختبئون وراءها. عندما نظر شاهد الأطفال اكتشف أن هذا الرجل هو شخص آخر وليس الشخص المرغوب. ركض بسرعة إلى زملائه وقد لكنه تأخر وأطلقوا النار عليه ومات. طبعا نحن هنا نتحدث عن الموساد، يعني الجهاز الإسرائيلي. بيتر نظر إلى هذا الشخص وقال إنه الشخص الخطأ، لكن زميله على عكسه تحدث ببرود وقال من يهتم، هذا كان شخص، مجرد شخص نازي لم يكن موجود على قائمتنا، سيكون موجود على قائمة شخص آخر، يعني في كل الحالتين ميت. فكان يتحدث ببرود، هو صاحب الشخصية الخشنة، بينما بيتر البطل الطيب الحنون نظر إلى النافذة وشاهد الطفل الذي ينظر إليهم وهم يحملون جثة أبيه وبدأ عليه الحزن. يعني بيتر في هذا الفيلم للصراحة ظهر بأنه شخص عطوف وحنين وشخص عادل، وهذه هي النقطة التي أود الإشارة إليها. طبعا الإسرائيليين في النهاية هم بشر مثلنا، يعني والجرائم التي حصلت لهم في ألمانيا هي جرائم حقيقية، ربما هناك مبالغة وربما هم هناك تفاصيل أو أمور هم اخترعوها، ولكن بشكل عام مسألة القتل هم فعلا تعرضوا للظلم وتعرضوا للقتل والتهجير، من الطبيعي في تلك الحقبة كانوا الضحايا لا شك في ذلك. ولكن المغالطة الموجودة في هذا الفيلم أنهم يحاولون إظهار أن وجود هؤلاء اليهود في فلسطين وكأنه أمر طبيعي، عرفت؟ فشخصية بيتر شخصية، أنا لا أدري إن كان بيتر بالفعل، إن كان أولا هذا المشهد هل حصل بالفعل أم لم يحصل كما شاهدناه بالضبط في بداية الفيلم. وشخصية بيتر طبعا هي شخصية حقيقية وهو بالفعل كان ضابط في الاستخبارات، ولكن هل كانت شخصيته كما بدأ في الفيلم إنسان طيب وحنون وشخص عادل؟ في النهاية كلنا بشر، عفوا شخصا حنونا نعم، ولكنه ليس شخصا عادلا بالتأكيد، لأنه لا يمكن لشخص أن يرضى أن يبقى في بلاد تم تهجير أهلها ويسلب منهم أرضهم وبيتهم ويقتلهم، أو أنه يؤيد قتلهم أو يكون موجودا في المكان بينما هم يقتلون، هذا ليس شخصا عادلا طبعا. فبيتر في نهاية المطاف الصهيوني. المغالطة التي أحببت الإشارة إليها أنهم، شوف كيف يعني هم تعرضوا للظلم في ألمانيا ولهم الحق في أن يشعروا بالغضب، ولهم الحق إذا ما امتلكوا القوة أن يطالبوا، يعني بعد أن ينظموا صفوفهم أن يطالبوا بالمحاسبة، وإذا كان لديهم جيش أن ينتقموا إذا لزم الأمر، طبيعي تطبيق العدل. المشهد الاحتلال الإسرائيلي عندما يكون هناك مشاهد من فلسطين المحتلة يظهر الأمر وكأنه طبيعي، يعني وكأن هذه هي البلاد بلادهم وهم موجودين فيها، بينما الفلسطيني لا وجود له
وإذا وجد فهو مجرد أجنبي في بلاده، مجرد إرهابي، مجرد همجي. بل أنه تم تسميتهم باللاجئين ليس في الفيلم، لكن أخبركم إلى أين وصل بنا الحال. يعني المشكلة ليست العملية التي حصلت في أكتوبر، هم ذكروا الواقع أنهم تعرضوا للظلم في ألمانيا، هذا لا شك فيه أصلا، وحتى نحن كنا أناسا عادلين بالفعل، سنتعاطف معهم، أتكلم عن ما حصل في ألمانيا بس. لكن هم أوكي تعرضوا للظلم ولهم الحق في أن يدافعوا عن أنفسهم ويتحدثوا ويذكروا معاناتهم للناس لكي يسجلها التاريخ ولا ننساها، ويطبقون العقوبات والمحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام وتنفيذ الاغتيالات كما حصل للشخص في بداية الفيلم الذي كان سابقا مع الجيش الألماني، ويفعلون بالفلسطينيين الأفاعيل ما فعل بهم في ألمانيا يفعلونه في فلسطين. لاحظوا هذا يعني الشيء المشترك بين اليهود وبين الشعب الفلسطيني، لكن هم أعطوا أنفسهم الحق في أن يردوا على ما حصل، لكن الفلسطيني لا، غير مسموح له أن يرد على ما حصل له. شوف الازدواجية وشوف الخطورة، وشخصية بيتر شخصية يا ليتكم شاهدتم كيف هو يجلس مع آيكمان أو آيخمان في الغرفة قبل أن يخرجوا من البلاد، أخلوا البلاد بجوازات مزورة واختطفوا، ويريدون الآن الذهاب به إلى فلسطين المحتلة أو كما يسمونها إلى إسرائيل لتنفيذ المحاكمة هناك. وآيكمان طبعا بيتر يجلس مع هذا الشخص النازي، أعصابه مضبوطة بالرغم أن آيخمان كان مسؤولا عن موت أفراد أسرته في المجزرة، مع ذلك كان يتحدث معه بحنان وبلطف وبرقي، يظهر أن النازي هو الهمجي بينما هم على النقيض تماما. فشخصية بيتر والله يعني عارفين تدارين، يعني بيتر لو الواحد بيشوف الفيلم وينسى بس للحظة أنه بيتر هذا عمير صهيوني، يحب بيتر ويحب الفرقة اللي أرسلوها ويحب هذا الكيان الغاصب الذي يسمى بدولة إسرائيل. ميديا خطير، الشخص الذي يمثل دور بيتر أجاد التمثيل، بغض النظر ما إذا كانت شخصية بيتر هكذا في الواقع أو لا، أو كانت لأنه قد مات، مغالطة فظيعة. لا يكفيهم أن نسلم لهم فعلا أنكم تعرضتم للظلم في ألمانيا، لا، من حقهم أن يستولوا على هذه البلاد لأنهم تعرضوا للظلم ولأنهم تعرضوا للتهجير. طيب ما اللي هجروكم من؟ الجيش الألماني. من الذي أحضركم إلى فلسطين بمساعدة الانتداب البريطاني؟ يعني والظلم هم تعرضوا له يعني ليس فقط في ألمانيا بل على في أوروبا على مر العصور، ولا أحد من هذه الدول قال سنعطيكم أرضا من إحدى دول أوروبا أو نقتطع لكم أرضا تكفيرا عن ذنوبنا. قالت لا، يكفروا ذنوبهم عن طريق سرقة أرض الشعب الفلسطيني وإعطائها لليهود المساكين. الله